بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. الإثم الكبير والخسارات الفادحة التي لا تعوض، وستبكي وسيبكي عليها المقصر دما يوم القيامة، لتارك صلاة الصبح في جماعة بصفة خاصة وتارك صلاة الجماعة بصفة عامة. مقدمة هامة جدا سأقولها حتى أبين الناس مدى أهمية صلاة الصبح في جماعة والخسارات الفادحة لتارك هذه السنة أو تارك هذا الواجب الشرعي. تلاحى اثنان مسلم وكتابي من اليهود، فقال المسلم الكتابي: سنقاتلكم في آخر الزمان وننتصر عليكم ونسحقكم، حتى ينطق الحجر فيقول: يا ولي الله، يا مسلم، تعالى فإن ورائي يهودي فاقتله. فقال له اليهودي: نعم، نحن نعلم ذلك، مكتوب ذلك في كتبنا، لكن لستم أنتم الذين ستفعلون ذلك. قالوا: من إذن؟ قال: المسلمون الذين سيزدحمون في المساجد كما تزدحمون أنتم الآن. المسلمون الذين يزدحمون في المساجد في صلاة الجمعة، في صلاة الفجر، كما تزدحمون أنتم الآن في صلاة الجمعة. يعني لما المساجد تكتظ بالمصلين في صلاة الصبح كما تكتظ في صلاة الجمعة ستكون نهاية. وهذا الكلام قالته جولدا مهير، قالت: عندما يزدحم المسلمون في صلاة الصبح في جماعة في المساجد كما يزدحمون الآن في صلاة الجمعة ستكون نهاية إسرائيل. هم يعرفون ذلك، لذلك هم يحاولون قدر المستطاع إبعاد الناس وإبعاد المسلمين عن دينهم بكل بشتى الوسائل، حتى يؤخروا هذا اليوم. هم عارفين انه حاصل، لكن هم يعانين يؤخروا هذا اليوم. العلماء مجمعون على تقسيم تارك صلاة الصبح في جماعة تقسيما كبيرا، قالوا عليه الإثم الكبير والخسارة الفادحة، لكنهم مختلفون في صحة الصلاة. هل الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ جمهور العلماء قالوا: الصلاة صحيحة وعليه الإثم الكبير والخسارة الفادحة، استدلالا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الفذ في المسجد أو في جماعة خير من صلاتي في سوقي أو عملي ب27 درجة أو في 25 درجة في الروايات الأخرى. ابن القيم وابن تيمية وغيرهم قالوا: لا تصح الصلاة خارج المسجد بدون عذر وتقوى باطلة، ولا تبرأ ذمته بها وعليه الإعادة كأنه لم يصل. الأحاديث الصحيحة التي سأقولها الآن والتي لا يعلمها أكثر الناس: في صحيح أبي داود، من سمع النداء فلم يلبه من غير عذر لم تقبل منه الصلاة التي صلاها، لم تقبل منه. قال: صلى الله ما العذر؟ قال: خوف أو مرض، خوف شديد، قطع طريق، وحش، هذه الأعذار الشرعية، مرض يقعدك على الحركة، شلل. كانت هذه الأعذار لم تمنع الصحابة رضي الله عنهم. كان يؤتى بالرجل منا يحمل بين الرجلين يتهادى تخط رجلاه في الأرض حتى يقام في الصف. بمعنى واحد يبقى مريض مشلول يحمل رجلاه تخط في الأرض رجليه ميتة حتى يقام في الصف، هو مشلول. لذلك عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتاهما ولا حبوا. يبقى مش لو هو مريض مشلول مش قادر يمشي يحبي على رجليه ورجليه الطفل حتى يصل إلى المسجد. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز لعبد الله بن أم مكتوم الصلاة في بيته على الرغم من كبر سنه وضعفه وعماه، وكان بيته بعيد على مدة 4 كيلو أو 5 كيلو. والحديث في صحيح مسلم قال رسول الله: أنا شاسع الدار وعمي بصري ومعي غلام لا يلائمني، أو تجد رخصة فأصلي في بيتي؟ قال: لا، لا أجد رخصة. ده بيقول الكلام ده لمين؟ لواحد أعمى وبيته بعيد، مش واحد، مش شاب قوي ساكن جنب البيت. وفي رواية أخرى: أو تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فلبي النداء. لما تسمع النداء خلاص واجب شرعي عليك انك لازم تروح. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ادخل صلاتين على قلب المنافق الصبح العشاء والصبح. اصلا الصلاه فين؟ في المسجد. انك انت راسك بتتساقل ان انت تتوضى وتنزل، مش معناها تصلي جنب السرير، معناها انك انت تنزل تصلي. هي دي معناها كلمه ادخل الصلاتين على قلب المنافق. يبقى اذا اللي ما بيصليش الصبح في جماعه بدون عذر منافق، في قلبه فيه نفاق حتى يتوب الى الله سبحانه وتعالى. حديث ثاني صحيح في البخاري خطير جدا: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم هممت أن أستخلف واحدا ليصلي بالناس، ثم آمر بحطب فيحطب، ثم أخالف الأقوام فأحرق عليهم بيوتهم. الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يستخلف واحد من المسلمين ويترك صلاة الجماعة ويذهب إلى الناس ليضبطهم متلبسين في بيوتهم فأحرق البيوت فوق رؤوسهم. لكن إيه اللي منع الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ لولا ما في البيوت من النساء والذراري لخالفت الأقوام فحرقت عليهم بيوتهم. أي لولا النساء والأطفال الذين ليس لهم ذنب لأحرقت بيوت على رؤوس هؤلاء الناس الذين يتركون صلاة الجماعة وصلاة الصبح في جماعة بدون عذر. دي خسارة أولى، عدم صحة الصلاة أو عدم قبول الصلاة، سواء كان مفهوم الجمهور أو مفهوم ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من العلماء. خسارة كبيرة جدا. الخسارة الثانية: تخسر النور العظيم، تخسر النور العظيم الذي تعطاه وأنت على الصلاة. يضرب الصلاة على متن جهنم وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، ستمشي عليه وأنت حافي وحاري حافي القدمين.
وتحت جهنم مظلمه شديده الظلمه لا تستطيع ان ترى كف يدك. وحول حول الصراط في كلاليب فظيعه يتطاير منها شرر كالقصر كانه جبلات صفر بتخبش الناس وتلسحهم وتطيح بهم في فوق الصراط. الناس على الصراط كصراط على ثلاثه اصناف كما جاء في الحديث الصحيح. ناج مرسل او مار مخدوش او هام في نار جهنم. ناج مرسل ده الهادي بسرعه البرق او كلمح البصر. او مار مخدوش ده اللي هيمر بسرعه اقل بكثير هيخدش ويلسع في الكتفين والوجه ويحرق ويصل الى الجنه ولكنه يصل متاخرا بعد ان يحرق في الوجه والكتفين لانه معاه نور اقل بكثير لانه كان بيضيع صلاه الصبح في جماعه. و او هاوي في نار جهنم والعياذ بالله. وده الصنف الثالث. ف صلاه الصبح في جماعه الرسول صلى الله عليه وسلم كان في الحديث بشروا المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، في رواية أخرى بالنور العظيم يوم القيامة. هذا حديث حسن بمجموع طرق. الجزاء من جنس العمل، تنزل إلى مسجد في الظلام تعطى نورا عظيما، لا تنزل تحرم من النور العظيم. الجزاء من جنس العمل لأن ربنا نور وعايزك تنزله في الظلمة، فلما مش عايز تنزل عشان الدنيا ظلمة وعشان عايز تنام وربنا سبحانه وتعالى يقلل النور اللي هيدولك أنت على الصراط، أصعب موقف. هتمشي إزاي؟ وجانا مظلمة شديدة الظلمة، هتعدي ازاي على اشتراط ادق من الشعر واحد من السيف؟ لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث سيدة عائشة سألت الرسول صلى الله عليه وسلم او تذكرون اهليكم يوم القيامة؟ قال الا في ثلاثة مواقف. هتفتكروا اهليكم يا رب يا رسول الله يوم القيامة؟ قال لا الا في ثلاثة مواقف، عند تطاير الكتب وعند الميزان وعند الصراط. اصعب ثلاث مواقف واصعبها الصراط. الانبياء ستنسى كل شيء الا انفسهم فقط. فاختر لنفسك. الفرصة ما زالت متاحة. إذا كنت من العاصين المتخاذلين على صلاة الصبح الحق نفسك عشان تعرف تمشي على الصلاة بسرعة، وإلا ستندم أشد الندم يوم القيامة. أقسم بالله قسما لو حسب علي ستندم أشد الندم أنت على الصراط عندما تحرم من النور العظيم ويكون معك نور ضعيف أو متوسط وما تبقاش عارف تمشي. الخسارة اللي بعد كده خسارة كبيرة جدا، تخسر حجة تامة. بداية من النفقة لا تدفع ثمن الحج من كل المناسك. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث من توضأ فأحسن وضوء ثم خرج من بيته لا يخرج إلا الصلاة كان له كأجر الحاج المحرم. بداية من النفقة لا تدفع ثمن الحج من كل المناسك، كل ذلك يكون في ميزانك يوم القيامة. خسارة كبيرة جدا. تخسر قيام ليلة كاملة. لذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان يقول أن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقيم ليلة كاملة. يبقى إذا العشر دقائق بتوع صلاة الصبح في جماعة في الفجر أفضل من 10 ساعات في الميزان يوم القيامة تقفهم على قدميك من بعد المغرب لحد الفجر. بقى شوف السفه بتاع اللي بيضيع. يبقى انت لو وقفت 10 ساعات على رجليك من بعد المغرب لغايه العشاء ما توصلش ثواب ال 10 دقائق بتوع صلاه الفجر. الخساره اللي بعد كده دي خساره كبيره جدا، تخسر في الدوس الاعلى وتبقى في الدرجات الادنى في الجنه. ده لو دخلت الجنه. اللهم اجعلنا من اهل الجنه. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث صححه الالباني ينادي الله سبحانه وتعالى يوم القيامه يقول اين جيراني؟ فتقول ملائكته يا رب من ينبغي له ان يجاورك فيكون اين عمار ومساجد؟ عمار المساجد طبعا الذي يضيع صلاة الفجر في جماعة عامدا بدون عذر ليس من عمار المساجد، فده يعتد من عمار المساجد. والجزاء من جنس العمل. ربنا سبحانه وتعالى مستوى على العرش، يعني كأن بيته هو العرش. فبتنزل له خمس صلوات، تنزل له في صلاة الصبح في جماعة، الجزاء من جنس العمل، زي ما بتروح له في الدنيا يقربك منه في الآخر. يخليك قريب منه لأن أنت بتروح له في الدنيا. مش عايز تروح له ما بتروحلوش بيته. زي ما انت ما بتروحلوش بيته والجزاء من جنس العمل يبعدك، ينزلك بقى تحت مش انت ما بتروحلوش. خلاص هو كمان مش عايزك، يخليك بعيد عنه في الدرجه الادنى في الجنه. الخساره بعد خسرت في الدرجه الاعلى. خسرت رفقه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم، خسرت كثير جدا حول الارض. تخسر التمتع برؤيه رب العالمين كثيرا، ودي من اعظم الخسارات في الدرجه الاعلى. حديث حسن ان ادنى اهل الجنه منزله ليرى نساءه وقصوره وخدمه مسيره الف عام، وان اعلاه منزله ليرى ربه غدوه وعشيه. يبقى الناس اللي في منازل عاليه هتشوف ربنا سبحانه وتعالى مرتين كل يوم، مره الصبح ومره بالليل. الناس اللي في الدرجات الادنى هيشوف نساء وقصور. ربنا ما جابش سيره الرسول عشان ما جابش سيره رؤيه رب العالمين لها لا تقارن. يعني قال مع الناس اللي في المنزل العاليه قال لا يرى ربه غدوه عشيه، ما جابش سيره النساء والقصور لانها لا تقارن برؤيه رب العالمين، ما جابش سيرتها. لذلك هناك اصل اخر ان اهل الفردوس الاعلى لا يرون ربهم مرتين كل يوم، وان اهل الدرجات الادنى لا يرون ربهم مره كل اسبوع. يبقى اذا لذلك العلماء مجمعون على ان المؤمنين سيتابعون تابعين شديدا في رؤيه رب العالمين في الجنه. البعض يعني اصحاب الدرجات العليا يرونه كثيرا مرتين في الاول ومره او مرتين في الاسبوع. خساره فادحه جدا جدا جدا.
اختمت امرأة رابعة من كفسين في الجنة. لو أن امرأة من أهل الجنة نزلت إلى الأرض لطمس نورها نور الشمس كما تطمس الشمس نور النجوم، فبالكم بقى بجمال رب العالمين بقى عامل إزاي؟ خسرت أكبر شيء في أفضل شيء وأعلى أعظم وأحلى وأكبر المقامات في الجنة هي رؤية تمتع برؤية رب العالمين في الجنة. ذكر ربنا في سورة يونس: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الحسنى هي الجنة كما قال العلماء، والزيادة اللي هي أعلى من الجنة رؤية رب العالمين. هتخسر أخذ من هذا النور. لذلك أهل الدرجات العلى وعظيم على صلاة الفجر هيبقى عامل زي الشمس، وأنت هتبقى عامل زي نجمة صغيرة. جاء في الحديث: إذا خرج واحد من المقربين من قصره ضرب نور في السماوات يراه كل أهل الدرجات الأدنى، يرى مسيرة 1000 عام فيراه كل أهل الدرجات الأدنى، فيقول: خرج واحد من المقربين من قصره. لو واحد في الفردوس الأعلى فتح باب القصر وطلع هيضرب نور في السماوات يرى مسيرة 1000 عام، كل أهل الدرجات 100 درجة في الجنة، وبين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض هيشوفوا، هيقولوا: في واحد من المقربين خرج من قصره، النور عظيم جدا. يبقى انت ضيعت منك الاخذ من هذا النور، لانك مش بتشوفش ربنا كتير. الخساره اللي بعد كده تخزى ذمه الله. جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم: من صلى الصبح في جماعه فهو في ذمه الله، اي في كان في الله ومعيه الله. لذلك كثره البلايا والمصائب، ما تصليش الصبح يا جماعه في هذا اليوم توقع مصيبه، لان ربنا لان انت لسه في حراسه الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم. لذلك كثره البلايا والمصائب وكثره موت الفجأة بسبب عدم تخاذل الناس عن صلاتهم في جماعه. الخساره اللي بعد كده تخسر الامن والطمانينه والصحه النفسيه والجسديه. ثبت علميا ان صلاه الجماعه وصلاه الصبح الجماعه تحسن الدوره الكيماويه في المخ وافراز الهرمونات والصحه النفسيه. لذلك اكثر ما في العيادات النفسيه المصابين بالاكتئاب من مضيعين صلاه الجماعه ومضيعين صلاه الصبح الجماعه. الخساره الاخيره: عطيه من اعظم العطايا في الجنه شجر الطوبه والخيول الذهبيه. شوف الحديث ده حديث خطير صحيح، لا 5 طرق كلها صحيحه. ان يقول رب العالمين إن في الجنة لشجرة يقال لها طوبة يخرج منها حلل صفراء وبيضاء، ويخرج منها خيول ذهبية مصلقة بالدر والياقوت لا تبول ولا تقول خطوها مد البصر، لا أجنحة تطير بها أهل الجنة حيث يشاءون. فيقول أهل الدرجات الأدنى، وفي رواية أخرى: من أسفل منهم درجة وهو ما وصلش الفردوس الأعلى: يا رب أعطيت إخواننا ما لم تعطنا. فيقول رب العالمين: إنهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون، إنهم كانوا يصومون وكنتم تفطرون، إنهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون، إنهم كانوا يقاتلون وكنتم تجبنون. شوف رب العالمين بيعيرهم وهم في الدرجات الأدنى في الجنة. لو كانوا بيصلوا في الثلث الاخير من الليل وانتوا كنتوا بتناموا، لو كانوا بيصوموا 2 وخميس وانتوا كنتوا بتصوموا، لو كانوا بيصوموا 13 و14 و15 وانتوا كنتوا بتصوموا. طب بالله عليكم، هذه السنن المؤكده الهامه اهم واوجب ولا صلاه الصبح في جماعه اوجب؟ شوف يبقى انت خسرت خيول بتطير بسرعه اكتر من سرعه البرق، مسرجه بالدر والياقوت لا تبول ولا تخوت، خطوها مد البصر بتطير بسرعه اكتر من سرعه البرق، اشبه بالبراق الذي عرج به الرسول صلى الله عليه وسلم الى سدره المنتهى، واعظم كثير من الريح التي كانت تحمل سليمان الى بيت المقدس لله المثل الاعلى. واحد عنده طياره خاصه وواحد ماشي على رجليه، شوف الفرق بينهم في الدنيا. فبالك بقى، شوف بقى شجر الطوبه وخيول ذهبيه ضاعت منك وتعاير وانت في الجنه. خسارات فادحه جدا. فدي بعض الخسارات الفادحه التي يخسرها تارك صلاه الصبح في جماعه. لو بعد كده انت مصمم لغايه دلوقتي تصلي على الصبح، انا اسف انا اقول لك انك انت ناقص العقل. ستبدا اشد الندم وانت على الصراط يوم القيامه. اللهم بلغت الرشد. يا ريت تنزلوا تحت الفيديو وتنسخوا كل الكلام اللي تحته ده، وانسخوه وانشروه ونشر هذا العلم في صواب عظيم، لعلم علما في الاجر من عمل بيه يوم القيامه. لا انقذ ذلك من الجيش، ما تنسوش تشغل الجرس في الشرق في القناه لاصلاحكم الجديد، وتساعدوني على نشر الصوت اللي جوايا. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم.